أنا طبعا مداخلة مهمة جدا من كابتن سعد مبارك نجم الهلال السابق. كابتن سعد مساء الخير. مساء الخير على كابتنا. أهلا بحضرتك ومشرفنا في برنامج الريمونتادا. كابتن، يعني شايف الهلال بيتطور ازاي بدخول نيمار للمجموعة وللفريق، وهل ده بيمثل أزمة لجيزوس ولا نيمار ايا كان ايه مركزه يعتبر اضافه فنيه كبيره جدا للفريق؟ اول شيء يا كابتن ميدو، انا استمتعت طبعا بالحديث والحوار اللي دار بينك وبين كابتنا، وبالذات يعني تطرقت لشيء مهم اللي هو طبعا طريقه يمكن المدرب جيسوس، وبعدين يمكن احنا عارفين طبعا على مستوى من ناحيه نيمار يلعب دائما في الطرف اليسار دائما اللي هو وينج ليفت، وسالم الدوسي برضه يتميز في المركز هذا، ولكن الان احنا شفنا في المباراه الاخيره يمكن امام الشباب يعني وبالذات يعني نيمار يفضل المنطقة هذه والمركز هذا، وكان في عنده تحرر يمكن خلال 20 دقيقة بعد يمكن إخراج سالم الدوسري. سالم الدوسري لاعب مهم مهم جدا، يمكن من أفضل اللاعبين الآن في الدوري السعودي يمكن السنوات الماضية حتى السنة هذه، ولكن أحيانا بعض المدربين يكون عنده حيرة من أمره، عنده أكثر من نجم بيمثلونه يمكن في أكثر مركز، وإحنا نعرف طبعا اللي هو سافيد يلعب في لازيو خلف المهاجم ومتحرك وصانع لعب ويسجل. فالان احنا في حيره من امر من ناحيه الكرات العكسيه اللي على الهلال، وبالذات مع المدرب يوسف احنا عارفينه دائما طريقته هجوم هجوم هجوم. من الناحيه الدفاعيه دائما يكون في خلل في بعض المباريات لما يكون عند الفريق الاخر مهاجم سريع او الكرات المرتده. فاحنا نشوف الان في المباراه الماضيه كان اللي هو نفذ طبعا كان قام بمباراه كبيره في امام الشباب في وقت سابق، كان الجمهور والاعلام الهلالي يتحدث عن كولار اللي يمكن راح نادي الشباب، ولكن الان احنا شايفين نفذ طبعا الخبره الموجوده عنده، وميزه الهلال الان يتميز يمكن اكثر من قائد وسط الملعب، ولكن نيمار متى ما كان عنده اللي هو ادفانتج او معنى صح المساحات اللي يحتاجها بالذات في الطرف اليسار حيبدع الهلال، حيحرك الهلال بالكامل. كابتن سعد، يعني عايز اعرف تقييمك بشكل عام للدوري السعودي بعد مرور 8 جولات وانضمام يعني نجوم كبار للدوري السعودي، وشايف طبيعه المنافسه هتبقى عامله ازاي؟ قول لي بصراحه، انت شايف مين الفرق اللي هتفضل تنافس على الدوري لغايه اخر اسبوع؟ والله شوف، يمكن انا يمكن ميال طبعا الفريقين حاليا اللي نشوف طبعا الهلال والنصر، مع احترامي طبعا للانديه الاهلي والاتحاد، ولكن الفريقين هذول احنا شايفين يمتلكون بعض العناصر بالذات العنصر الاجنبي والعنصر المحلي مهم جدا. يمتلك برضه النصر احنا شفناه 8 لاعبين اجانب معنا صح في نقوه يعني من افضل اللاعبين، وبالذات اللاعب يمكن الكرواتي اللي هو برتوفيتش، هذا كان هو حلقه الوصل بين الدفاع وبين الهجوم وثبت الفريق بالكامل. وفي الاخير بالذات بعد تعاقدهم مع لابورتا طبعا في خط الدفاع اللي بالنسبه لفريق النصراوي، احنا شايفين فريق النصراوي صار في توازن. يعني انت شايف ان انت حضرتك شايف ان فرق الرياض هي الفرق اللي هتنافس لغايه اخر الاسبوع؟ اكيد 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 بالذات ما تكلمت بقوه الهلال والنصر. كابتن سعد المبارك نجم الهلال السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.